عرضة لهجمات شرسة من بعض يعني المصالح، وهي مصالح المخزن على سبيل المثال، حتى المصالح الإسرائيلية، وهذا نظرا للموقف تاعنا من التطبيع. فهذا اللي لازم نقوله للشعب تاعنا، لان كون في المواقع تاع يعني الشبكات الاجتماعيه ماشي كل شيء اللي تقراوه هو صح. فلهذا التجنيد مطلوب، لانني شرحت لكم عده مرات بان ما بقاتش الحروب تاع يعني ان زوج جيوش تضار مع بعضها بعض، ولكن الحروب هي دوتر ميثود دو كاتريام جينيراسيون، وهذا الضرب تاع الاستقرار تاع البلد. فلهذا التوعيه ولا فيجيلونس يعني والحذر يكون مطلوب لما تقراو تو سكي سباس سو لي ريزو سوسيو. فعلى سبيل المثال كان هناك انا هاكر يعني امريكان معروف يعني ومشهور، لو سيلاب هاكر كريس كولمان، يعني بيرات بليزيور سيت اوفيسيال ايميل دو او ريسبونساب ماروكا، ا ديماسكي ان بلون مالفيون اوردي بار لو مخزن ان فيليغران فرونسي دون لوبجيكتيف دو ديفامي لي بيي فوازان اي انتامي لور ستابيليتي. يعني باش تشوفوا باللي شي ماهوش ساهل، شي ماهوش ساهل. وهذا يعني كريس كولمان معروف انه الى هاكي يعني اخترق عده يعني اساتيفي لي رونسينيومون ماروكان اون ريكور ا لارجون اي ا دوتر بيي ريان كو بور مني دي كومبان دوستيليتي ا لونكونت دو فوازيناج نوتامون كونتر الجيري. دونك كولمان معروف انه اخترق بليزيور سيت تري سونسيبل في العالم، وحتى لي تيليفون لي ميساجري تاع دو غران ريسبونسابل شيلر يقول فيه كولمان يعني ماهوش يعني ما عندوش صحه. فاذا قال هذا الشيء كولمان لان هذا الشيء واقع، وحنا رانا نشوفوها على ارض الواقع خاصه في لي سيت دانفورماسيون، في لي سيت سوسيو يعني في لي ريزو سوسيو، باللي سيت اون غران غير كونتر الجيري. فلهذا او كونترير التجنيد تاعنا on a des spécialistes, on a de grands informaticiens, ils sont très compétents, معروفين في العالم كامل انهم قادرين يشوفوا وراه لو فري وراه لو فو quand il y a une information. وحنا فاني قادرين اننا نعمل وننشط على مستوى الشبكات الاجتماعيه حتى الرد بنفس الشيء للمخزن. فاحنا المخزن نرد له بالحقيقه، ما نردولهش بالكذب، لان الكذب ماهوش في القيم الاخلاقيه تاعنا، فنردوا له بالحقيقه. المرض تاع محمد السادس ملك المغرب، المرض اللي راهو لان هو يتوافد على لي كلينيك يعني براتيكمون شاك موا، لان كانت عنده عمليه جراحيه على القلب الى اخره، الصحه تاعو ماهيش حسنه، حنا نتمنوا له الشفاء. ولكن لما تخلي طفل اللي ما بلغش سن الرشد انه ياخذ ب يعني يقود المغرب في مرحله كما هذه، هذا الشيء غادي يشكل خطوره كبيره، شكل خطوره كبيره. حتى اننا شفنا باللي فيه اهتزاز زلزال في الوسط السياسي المغربي، لان الاخوان المسلمين اللي ينتمي لهم الوزير الاول اللي كان ندد سمانا قبل بالتطبيع والسنية التطبيع، يعني راهي قائمه قيامه كبيره، حتى كل اخوان المسلمين يعني في كل مناطق من الاردن الى اخره اللي هاجموا الحزب تاع 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 الوزير الاول، حتى هو يعني معترف ان الصحراء الغربيه للصحراويين، او هي منطقه اللي هي حاليا كملف يعني في الامم المتحده ملف تصفيه استعمار، لان الخريطه اللي وضعها نتنياهو باش يشرح وين راحت الطائره فيها ليميت او الحدود تاع الصحراء الغربيه، ماهوش هذاك هو التريتوار ماروكان، لان كاين الحدود المطراسيه الى اخره. دونك وهذا ما كانش شي انونسون، سي فريمون يعني سيتي فولو دو دير فوالا طبعتوا معنا، ولكن احنا ما عندنا ما مدينا، ما نمدوش اللي بغى يطبع يتفضل، ما عندنا ما نمدوا للعرب، لان حتى كي تسمع الامارات انها تكلمت لما بغات تعطي اون اكسبليكاسيون بانها طبعت مع الكيان الصهيوني، هذا اللي وضع حد للاستيطان يعني بور ماتر فان يعني او كولوني اسرائيليان
اليومين من بعد يعني نتنياهو صرح انه غادي يزيد يبني دوت الكولوني، يعني ما مع اسرائيل ما عندها ما تعطيك، بغيت تطبع تفضل ولكن ما تقراش انها تمد لك حتى شيء. فالتطبيع تاع المغرب كان تطبيع علني، لان التطبيع هو قائم من الستينات حتى الملك الراحل رحمه الله الحسن الثاني، انه يعني حتى باع القمه العربيه لاجراءات تحذيرا للحرب العرب ضد اسرائيل، وعدوهم به ما يحلوش المشكلة تاع الشعب المغربي، لان يعني الانهيار تاع الاقتصاد تاع المغرب وخاصة المعيشة تاع الشعب البسيط الشعب الفقير اللي في الريف المغربي واللي ينهض في الريف، فيشكل خطر على كيان المملكة المغربية في المستقبل القادم. فالشراء خطير لأننا نشاهد، ولما تكون تحلل سياسيا الظروف المعيشة للشعب اللي وتطبع مع كيان اللي هو يضرب بالقضية العربية، ما وأن خاصة وأن القضية تاع فلسطين هي قضية جوهرية لكل الشعوب تاع المنطقة، خاصة منطقة المغرب العربي اللي ما تسامحش. ورانا شفنا يعني لما كانت فيها الطائرة هذه اللي جات من إسرائيل باش تروح للرباط، حتى يعني الموقف تاع الرئيس التونسي اللي قال أبدا أن الأجواء التونسية تخترق من طرف طائرات إسرائيلية، حتى ولو كانت بعض الإشاعات وهذو ما يقول لكم ليزاتاك كانت أنونسات باللي كاين بلد مغربي واحد آخر من المغرب العربي أنه في طريق يعني التطبيع مع الكيان الصهيوني. ولكن اليوم هذا يكون يعني ستانك حتى الأمم المتحدة أنها الغات حتى أنها تتكلم على التويت تاع ترامب، لأن سي با افيك ان تويت كون نيفاس اون كوز جوست اون كوز دو ديكولونيزاسيون. دونك حتى التويت يفي با فورس دو لوا ولا تاع قانون، لان القانون هو قانون تاع امم متحده. والامم المتحده باش تفهموا علاش من ممكن هذاك تحليلي كمحلل، من ممكن ان جون بايدن من اول يعني من القرارات الاولى تاعو سيلغي قرار يعني او تصريح تاع ترامب، لان ماهوش قرار ولكن هو تصريح ولكن بايدن انا نظن يرجع لنفس المنهج، وهو تقرير المصير، لان امريكا خلقت بتقرير المصير وما تطيقش امريكا انها تتخلى على مبدا اللي هو مبدا جوهري مبدا اساسي في السياسه تاعها، لانها عاشت بالتقرير المصير وهي تدافع على تقرير المصير. الشعب الجزائري ما يعرفهاش، ولكن دائما في المجلس الامن للامم المتحده توت لي ريزوليسيون يعني القرارات لما تكتب من طرف الامريكان، سي تو كي ديكت سي تو كي ريديج لي ريزوليسيون ديما. دونك ما يقدروش بار ان تويت انهم يتخلاو على قضيه الصحراء الغربيه او على يعني قضيه تصفيه الاستعمار عن طريق تقرير المصير. سي تري امبورطون. فاحنا ما ندخلش احنا في السياسات، ولكن لما يكون الهجوم على بلادنا في شبكات الى اخره، هذا مطلوب منا كوطنيين اننا نوضح الامور. احنا نحترم السياسات الداخليه لكل الدول، اللي بغى يطبع اللي بغى ما يطبعش كما قلت لكم البارح، ولكن احنا البروبليم سي كونت اون ساتاك على الجيري. يا اخي انت راك مطبع، الله يسهل عليك، شوف كيف تفريها مع الشعب تاعك. ولكن انا لما نرفض التطبيع راكم تشوفوا هذه لاكارت، سي لارجيري كي دوفيان لا سيبل، لا سيبل ديزرايل دو ماروك des Français et d'Algériens pour déstabiliser ce pays. Et ça, c'est très sérieux. Vous savez que c'est des hackers de renommée, c'est pas n'importe qui. Il y a tout un programme actuellement pour déstabiliser l'Algérie. Mais d'accord. Il y a un autre lobe. Il y a un autre lobe. جمع الشمل تاع كل الجزائريين من معارضة من رجال سياسيين من حتى لما كانش فيه اتفاق على بعض البنود من الدستور أو من التسيير. فعندنا كاع الوقت اننا نريحوا في الطابله ونحلوا كاع المشاكل تاعنا، بينا كجزائريين. ولكن ابدا انا نعطي الفرصه لقوات اجنبيه انها تضرب بالاستقرار تاع الوطن، وهذا باستعمال جزائريين ولاد البلاد هذه
هذا احتراما للدماء الشهداء، احتراما للنضال اللي ناضلوا به اجدادنا وابائنا وناضلنا به في التسعينات لما ناضلنا ضد الارهاب الاعمى وناضلنا وحدنا، يعني ما كان معنا حتى واحد لولا العمليات تاع 11 سبتمبر كان واحد ما يتكلم على الجزائر ولا يتكلم على الارهاب اللي كان يضرب في الجزائر، ولكن خرجنا في كل ازمات خرجنا اقوى وسنخرج اقوى، حتى هذه الهجمات تجعل من الجزائر اقوى، لاننا اون ديفلوب نوت كونتر اتاك اون ديفلوب نوت كونتر ميزور داكور، وعن الجزائر عندها كفاءات في جيشها طري بروفيسيونيل، عندها كفاءات كبيره كما قال السيد رئيس الجمهوريه، يعني ما على بالونش القوة تاع الجيش هادي، كاين بزاف اللي غالطين في القوة تاع الجيش هادي، ولكن القوة تاع الجيش هادي ضيف لها 43 مليون تاع الجزائري اللي غاير على بلاده. دونك الفئة الصغيرة اللي بقات انها تحوس تخرب في الجزائر، نعلو الشيطان نعلو الشيطان، وشوفوا يعني التاريخ تاع بلادكم، لان عندكم وطن، عندكم انتماء، عندكم تاريخ، وكان فيكم حتى اللي عنده تاريخ نضالي مشرف، لان في قبل التسعينات كان نضال من اجل الديمقراطيه ومن اجل حريه التعبير، ولما تكون ناضل في هذيك المرحله هذيك راك في خطر، ولكن كانت عندكم نضال الى اخره. دونك عاودوا رجعوا للنضال تاعكم، هذا النضال يبقى سياسي، النضال يبقى ديمقراطي، احنا على ابواب يعني، واليوم سي شرفي يتكلم على ان قانون الانتخابات او مشروع قانون الانتخابات سيطرح على كل الاحزاب وكل الرجال السياسيين، يعني حتى تعطوا بارائكم فيما يخص قانون الانتخابات، وحنا على ابواب تجديد يعني المجالس، فلكم الحظ ولكم الفرصه ان بتجنيد المناضلين تاعكم، لما تتكلموا دائما بالاغلبيه، فاذا عندكم الاغلبيه تجنيد المناضلين تاعكم حتى تفرضوا نفوسكم في المجالس القرارات، لان مجلس الشعبي الوطني هو مجلس قرار، لان في الدستور احنا نتكلم على فصل السلطه بين يعني التشريعي والرئاسه والتنفيذي، صدر الرئاسه والتنفيذي والعداله. فبفضل المناضلين تاعكم اذا كنتوا يعني حقيقه عندكم يوناسيس بوبولار امبورطانت، تقدروا يعني بالفوز في في في, في الانتخابات اللي التشريعيه اللي جايه، انكم تغيروا الامور حسب الشيء اللي راكم تشوفوا فيه، وهذه تكون بصفه ديمقراطيه عن طريق الصندوق. دونك علاش نروحوا لا ديستركسيون دو ليتا ولا نمسوا بالاستقرار تاع المؤسسات اللي هي تحمي في البلاد باش نفرض ارائنا، نفرضها بطريقه سيفيليزي وهي طريقه الصندوق. تفضل يا اخي، الصندوق هو اللي يهدر، هو اللي يحكم.